بلا شك أن أغلب الناس عزيز عليهم السفر والاستمتاع بإبداعات الخالق من جبال غابات بحار صحاري وغيرهم. الحمد لله اللي بلدنا المغرب كيتميز بكل هذه النعم. سفر استمتاع كيشوفه البعض مجرد مضيعة للوقت والمال، بينما يراه البعض الآخر ضرورة من أجل الترفيه عن الناس والابتعاد عن ضغوطات الحياة والاستفادة من كل مميزاته العديدة. لكن هل للسفر فوائد فعلا أم هو مجرد تمدير للوقت والمال فقط؟ قال صلى الله عليه وسلم: سافروا تصحوا وتغنموا. وهو دليل على أن للسفر فوائد على صحة الإنسان النفسية والجسدية والعقلية. وأكدت الدراسات أن مجرد التخطيط للرحلة وتوقعها يساهم في زيادة سعادة الإنسان، وعلى هذا الأساس يمكن أن يكون تفكير الإنسان في المستقبل مصدرا للفرح، خصوصا إذا علم أن الأشياء القادمة جيدة. السفر هو وسيلة رائعة للتخلص من التوتر وضغوطات الحياة وإعادة الشحن وتجديد النشاط، ويساعد على الوعي الثقافي وزيادة الإبداع لدى الفرد، كما يساهم في تقوية جهاز المناعة من خلال الاحتكاك بظروف مناخية متنوعة. وأكدت الدراسات أن الإجازات السنوية كتؤدي إلى خفض خطر الوفيات خاصة الناتج عن النوبات القلبية. كما يساعد السفر في اكتشاف شخصية الإنسان من خلال إعادة ترتيب الأولويات، وكذلك الاحتكاك بثقافات وحضارات متنوعة. السفر لا يقتصر تأثيره على النواحي الترفيهية والسياحية فقط، بل يتعدى ذلك من خلال القدرة على مواجهة كل التحديات التي تصادف الإنسان في حياته، وتعزيز ثقته بنفسه، والتعرف على أصدقاء جدد وتعلم لغات جديدة، وتعزيز الاستقلالية لديه، وتعلم التسامح والتواصل واكتساب معارف جديدة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. وقال رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي السفر خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.